والآن ندعو السيد ماريو ساندر رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية لإلقاء كلمته. Allow me to welcome the head of the Middle East and North Africa Department at the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development, Mr. ماريو ساندر. Thank you, Prime Minister. شكراً معالي رئيس الوزراء، الوزراء، معالي الوزيرة، السيدات والسادة. إنه جمع موقر والذي أثبت لنا أننا بعد مرور عام لا نزال نتحلى بكثير من الطاقة في محور الطاقة وغيرها. أنا أتشرف بكون جزء من هذه المبادرة وهي مهمة لمصر ولكن أيضا لألمانيا لأنها تمثل مساهمة كبيرة من العمل المناخي كما استمعنا في خطبة اليوم. بما أن لدي دقيقتين فقط أود أن أشدد على 5 نقاط تتعلق بمساهمة ألمانيا. أولا، لماذا انضممنا العام الماضي؟ لقد انضممنا لأننا رأينا في نوافي شراكة شديدة الأهمية، كلما زاد الطموح المناخي زاد التعاون والدعم الدولي. وكيف تكشف ذلك؟ هذه رسالة واضحة أرسلتها مصر منذ عام واحد من مساهمتها المحددة وطنيا، ولكنها كانت خطوة كبيرة في ذلك الوقت. ونود أيضا أن نبعث برسالة بأننا سنعزز من دعمنا، وفي ذلك الوقت كنا قد عهدنا بمبالغ كبيرة، وهذه الأموال التي تعهدنا بها قد تخطت أكثر من 280 مليون في صور منح وقروض وأيضا مبادلة القروض، وهي أحد السبل الأساسية من أجل التمويل المناخي. كنا نرى بأنها أداة مناسبة من أجل دعم العمل المناخي في سياق مبادرة مثل نوافي. بعد مرور عام نحن هنا ونشك على حضور مؤتمر أطراف 28، وأكدنا على سرعة التطبيق لأن كان علينا أننا ملتزمون بالعمل. أود أن أؤكد على النموذج الألماني، فقد وقعنا أكثر من 50 مليون من مبادرة الديون، وسوف نقوم أيضا بتوقيع مبالغ قدرها 50 مليون في صورة منح وقروض، أي أننا بلغنا 100 مليون في مجال عام واحد. دعوني أؤكد بأننا لا يمكن أن يحدث ذلك وحده. أود أن أشكر وزيرة التعاون الدولي على جهودها في تحقيق هذا. كذلك انخرطنا في المسارات الممرات الخضراء، وهي تركز على الطاقة، وهي عنصر أساسي لأن إذا كان لدينا كثير من الموارد المتجددة في مناطق النائية ولكنك تحتاج إلى الطاقة الخضراء في البحر الأحمر، يجب نقل الكهرباء أو الطاقة بطريقة معينة، أي أننا نحتاج إلى ممرات ذكية وخضراء. وهنا انخرطنا مع الحكومة والتزمنا بتقديم الأموال بالمشاركة مع عدد من الشركاء. وآخر نقطة تهمني هو البعد الاجتماعي لعملية التحول إلى اقتصاد أخضر. لقد استمعنا كثير عن التحول العادل وكان هذا هو البوند الاجتماعي، وأنا مسرور بأن هذا البرنامج بارز وقد شاهدنا كثير من الإنجازات في ظله. شكرا جزيلا.